طب ليه انا لو بابا جه يوم يعرف انه انا مصاحب السيلفي ما كنت حتى اسكتوا على الواتساب. مرت خيي الكبير صاحبت خيي الصغير، راحت اشتغلت نهار ونص لحتى تفوت خيي الكبير على الحبس، طلعت مصاري من الدعارة 1200 دولار وقدرت تحبس خيي. هي كانت على علاقة مع خيي الصغير قبل ما يفوت خيي الكبير على الحبس. انت قلتي انه انا مصاحبة سلفة، بس لكن بالنهاية انا انتوا بتعرفوا تطلع، مش انتوا بتعرفوا كلكم بالضيعة. ما انا بس بدي اعمل شيء بعمله على ما ومش انا لما جيت لعبت. طب ليك انا لو بابا جه يوم يعرف انه انا مصاحبه سيلفي ما كنت حتى صرتوا على الواتس اب وقلت انه انا بحبك والكل بيعرف. بتفوت قدام ابنها الصغير عادي بتنام معه وبتفرج، عمره سنه وما بتفرق معه عادي. لا انه كيف بقلك عن تنام هيك قدام ابنك؟ عم بتنامي مع عمه، انه ابنك عمره سنه، كيف لك عن انه تنامي معه؟ وخاصه انه انت مش مطلقه من بيو كمان، وهيدي وثيقه الزواج، وثيقه الجواز موجوده. كانت تنام مع اولاد صغار، كانت تاخذهم وتطلع على البليار لفوق وتفوتهم لجوا وتنام معهم. بعدها بتتحركش فيه؟ طيب ماشي. هلا هلا انا رايح. قالت لي يلا امشي على الباب، امشي على الباب. ايه لا لا هيدا ايه ملا طلع طلع لا لا عند الشكل. تعرف اسمها؟ انا ما بخليه بحر. وين قامت نمت غير مطرح رجعت لحقتنا قالت لي تعي طاعه هيدا ايه. وكانت تعطيك مصاري؟ كانت تعطيك مصاري؟ ما عطتني شيء ولا مره. عطيتك ولا مره؟ ايه. وشو كانت تطلع تعمل عند بيك هي؟ تشتغل دعارة. وقديش يعطيها بيك مصاري؟ 50,000. والبنت اللي كانت مرفقيتها شو اسمها هاي الناصحة؟ وفاء. كانت تنام هي وياها؟ شو كان؟ يطلع على السهرة ويشتغل هناك. مصاحبة وحدة صغيرة اسمها وفاء، هي بتنام على هاي البنت الصغيرة، والأكتر من هيك إنه بس تشوفها للبنت بتقلها إنه تعي صوريني أنا وصاحبي. فمرة إجاها اتصال إنه في ناس بدهن أولاد صغار، وقالت لهم إيه عندي أنا أولاد صغار، عندي شباب صغار 14 و15 و17 سنة. لك هي كتير هلا عم خليها تحكي معك، كتير حلوة وكتير أمورة وجسمها حلو وعاملة شعراتها سبايك وبتحب البنات. ايه حبيبي ليك انا عندي ولاد صغار وكان عندي قصص انا وياهم، اذا بدك بجيب لك حدا منهم، اذا بدك انه تعمل معهم، اذا بدك احكي معه وترد لي خبر. بس بياخذ 1200 هو، وعندي 12 وعندي 15 وعندي 17 سنه، انت اي واحد بدك الا وباخذ لك اياه. ليك بتحب اللزبيان هياره خليها تخبرك القصه. ليكو في وحدة طيبة يعني أنا وياها نايمين مع بعض، إذا بدك أنا عاملة معها على صوت بدي أعمل معها، إذا بدك بحكيها ونجي لعندك نحن، كثير حلوة وصغيرة عمرها شي 13-14 سنة. إذا بدك خبرني. بهيدا الموضوع عنا ضيوفنا رح يكونوا حلا البنت اللي كان بالروبورتاج اللي بتتهم مرت خيا اللي بتعمل كل هالأنشطة اللي شفناها، بتتهمها بأنه عم بتعاشر خيها الثاني مش زوجها يعني، وبتتهمها بأنه عم بتبيع أولاد مثل ما شفنا بالروبورتاج اللي حلا أنت عملتيه لما نقول أنه حدا من الفريق. وحضرتك سارة حضرتي معنا الليلة بناء ضميرك مثل ما عرفنا أنه جيت تقولي شو شفتي بعينك، وفي ده بالغرفة المظلمة كمان معنا لنشوف شو تعليقها على اللي شفناه الليلة وكيف رح تدافع عن حالها بظل الاشياء اللي شفناها بالروبورتاج. حالا خليني بلش معك اول شيء، ليش بعد كل هالشيء قررتي هلا تحكي عن الموضوع؟ متاخرتي هالقد؟ تاخرنا هالقد لان كان في عنا وضع خي اللي مصاحبها هو دائما مشاكل بالبيت كرماله يعني ما بخلينا نتصرف باي شيء، يعني ما طالع بإنا نعمل شيء من ورا. بدي بس اقول للشباب انه اوكي تفضلي تفضلي كفي. عم تقولي لي انه هي معاشره خيك اللي هو خي زوجها يعني مزبوط، وخيك اللي هو زوجها وينه؟ بالحبس. بالحبس، كيف فات على الحبس؟ شو بيشتغل اصلا؟ هو ما بيشتغل، اجره معوره. ايه معطوب اجره ما بيقدر يوقف عليها. كيف اخذوا خيي؟ ايه
اخذوا خيي الصغير قالوا انا باخذك على المخفر وبجيبك، اخذوا وما رجع. وشو التهمه اللي كانت عليه؟ ما في تهمه. انحبس بلا تهمه؟ انت قلتي انه هي لفقت له تهمه. بدك تساليها هي، هي عندها الجواب، هي ما بتعطينا اي جواب ابدا. هي غابت جابت مصاري لتلفق له تهمه. وشو التهمه اللي هو مزون فيها؟ التهمه اللي هي حاطت له اياها. طيب الاولاد اللي عم تاخذهم وتجيبهم من وين هول الاولاد؟ ما لهم اهل؟ بتعاشر عن حي عن الشارع، عن الشارع بتجيب عادي، شيء طبيعي عندها، ما عندها اي خوف من حدا. يعني كيف بتقنعهم؟ كمان هيدا هي تجاوب عليه. طيب خليها روح لعندها لفداء طالما عم تقولي لي كل شيء انه تجاوب عليه. فداء شفتي الريبورتاج او سمعتيه معنا؟ اكيد سمعته. ايش رايك؟ حجاوبك على كل سؤال بتساليني اياه. ايه شو رايك باللي شفناه؟ هذا سؤال عن قصة جوزي. عن قصة جوزك والنشاطات الثانية. جوزي كان مصاحب شلة، شلة فلتانة، منهم بيتعاطوا مخدرات، كان مصاحب واحد اسمه بيبدأ اسمه بحرف العاء وبينتهي بحرف الراء. شو تهمته اللي فات فيها على الحبس؟ سلب، كانوا مستأجرين تاكسي. أنا حسب ما عرفت سيارة من واحد اسمه أحمد المولى. نعم. طيب ماخذين سيارة وحاطين عليها نمرة تاكسي ومشلحين مرة سنسال ذهب. طيب انت بعد ما طلقتي زوجك وبتعترفي بعلاقتك مع خيو؟ انا مطلقني جوزي من وقت ما طلع من الحبس، طلقني 3 مرات. هذا الحكي ما انه مزبوط ابدا. وثيقه الجواز جبتها في وثيقه جواز؟ في وثيقه جواز. لحظه بدي خبرك شغله ست دموزيل مدام، بدي خبرك شغله. انت اول شيء نحن عم نحكي، انت بعدك اول شيء منك مطلقه، ثاني شغله انت عم بتسافري سلفك. انت انا مطلقه. لحظه انا مطلقه 3 مرات، انا مطلقه 3 مرات. اسالي حالك انت كم مره مجوزه مش مطلقه. اسمعي اسمعي اسمعي، انت معك ادله لهذا الشيء؟ انا معي ادله واثبت لك كل شيء. انا معي ادله. طيب خليني معك ادله. انا مطلقه 3 مرات. لحظه بدي خبرك شغله. انا مطلقه 3 مرات، انت اسالي حالك اسمعي. صار لك متجوزه 3 مرات ومنك مطلقه. فداء خليني اسالك سؤال لو سمحتي. فداء طرابلس. فداء ليه عم تصرخي؟ طرابلس اسمه زكريا. فداء ليه عم تصرخي؟ وهربتي من عنده كرمال عشيقك. طيب فداء ليه عم تصرخي؟ ما عم صرخ. طيب بس لانه خليني عم تحكي. خليني انتقل للسؤال الثاني. تفضل السؤال الثاني، لانه يعني مش جايين نحن لانتم تتواجهوا وتجرسوا بعض محل، قد ما جايين نشوف شو وضع الاولاد اللي عم نحكي عنهم. تفضلي مدام ريما. حضرتك بتعترفي بعلاقه مع خي زوجك السابق؟ ما في علاقه. ما في علاقه بينك وبينه؟ في علاقة صداقة، وهذه العلاقة الصداقة كتير قوية بيني وبينه، وأنا بنت عادي. ما في علاقة قدام ابنك؟ ما في علاقة قدام ابني. طيب. فيكي تدعي هيدا تدعي لسلفي على هيدا. طيب هيدا الشيء نحن نعتبر انه منه مزبوط. شوفي شوفي على الاولاد التانيين عم تحكي على التليفونات وتبيعي اولاد. تفضلي انا حاحكيكي. تفضلي. هيدا التليفون، هيدا الحكي طلع من تليفون حلا، مدام حلا، مدام حلا عواد. هيدا هي صوتها إلا يعني؟ لا هيدا صوتي مدام ريما، أنا ما عم كذب، هيدا صوتي. يعني أنت عندك أولاد، عندك زباين؟ ما عندي أولاد. خليني أحكي للآخر مدام ريما، مدام ريما من بعد أمرك. تفضلي. هيدا صوتي إلي اللي طلع، أنا قاعدة عندهم بالبيت، هي كانت تجبرني حلا عواد للدعارة من بعد ما كانت، لأني أنا ما قبلت معها. إيه في فترة طلعت حلقة حبيب الشحرور وهربت أنا وياها. مدام ريما ليش هربت أنا وياها؟ ليه ما طلع وجهك مكشوف؟ ليه ما طلع وجهك مكشوف يا مدام؟ أنت هذا اللي ما بدي يطلع وجهي. نحن ما بدنا إياكي عندنا بالبيت لهذا السبب. عم طيب تعملي هيك مدام ريما؟ خليني أكمل. فداء أنا معك، هي جبرتك مع إنه واضح للشغل بالدعارة، وهي كانت تشتغل عند عند خالة حبيب. مع إنه واضح، مع إنه واضح منك ولد. فداء منك ولد، أنت الولد. مع إنه واضح إنه ما في حدا يجبرك، يعني من نبرة صوتك. هي أنا كنت أنا وياها بالأحداث. طب أنا معك جبرتك بالأحداث، أنا ما عندي مأوى أنام فيه. كانت تجبرني للدعارة وأنا ما وافقت معها. كيف كانت تجبرك؟ يعني تحط الفرد براسك يعني؟ لا ما كانت تحط الفرد براسك. كانت تقول على طول امشي معي لنشتغل أنا إلا ما بدي. أم هالفترة أنا قبلت أحكي من تليفونها، إجت لعندي، أنا كنت بآخر المقبرة مدام ريما. طيب إجت لعندي أم قالت لي أنا في واحد ظاهرة معه من قبلي. طيب
طيب ما يعطينا اوكي ما بدي فوت بهول التفاصيل في ده ما بيضيع المشاهدين فوت بهي التفاصيل انا عندي سؤال محدد تفضلي اللي على التليفون عم تحكي وتقول عندي اولاد 15 و17 و18 واللي عم تحكي تقول حكي يعني أنا حكيت كيف يعني انت عم تبيع اولادك يعني مدام ريما انا حكيت هذا الحكي بس هي كانت عم تقلي بنحكي هذا الحكي بنطلع انا وياك هذا ما انه مزبوط انت على وين بتطلع لوين انت عم تكذب خليني احكمل بعدين هي تحكي جيبي لي اثبات ست فداء جيبي اثبات اثبات انا تلفوني. عندي اثبات لقلي طيب. بكل شيء بفيديوهات خليني اشوف صور ورقه خليني اشوف الاثبات تليفونك مش من تليفوني طالع الحكي فداء متوقع انك تقولي هيك على كل حال انا ما بدي احقق الشيء اللي عم تعمليه مدام ريما انا خليني اشوف ساره شو حتقول ساره قولي لي انت ساره انت ليش خليني اسمع الشغله هي قالت ما بتعرفني تفضلي ما بتعرفك هي ما بتعرفني كانه كثير ايه. بس انه بالواجب ايه. اول شغله هي بعدها ما كانت اول شيء انه بتعرف انه حالها كانت عم تصورها هي اول شغله نعم اول شيء ما كانت بتعرف ثاني شغله هي بقصه الاولاد يعني مش حيجي واحد يفتري عليها مثلا وهي الولد كان عم يحكي نعم والتليفونات ما جاوب وغير هيك بتحب مثل ما بيقولوا الدقدق بتبيع بنات بتبيع صبيان ما عندها مشكله حتى اذا بدها تفوت مع الصبي ولد صغير مستعده تاخده معها لينام معها مثل ما بيقولوا هي اللي رايحه يعني. مجموعه نعم عرفتي وغير هيك بتحب هي كثير اشياء مع الصبيان الصغار بس كنت قلتي لي انه باعت اولاد كيف يعني باعت اولاد يعني عم تتاجر فيهم قصدك انت شفتي بعينك وانا كلنا اصلا الحي المنطقه كلها بتعرف كيف تاكينا هيك يعني المنطقه كلها ما خايفين على اولادكم بالمنطقه يعني مش ستري ما في احكي كلمه هيدي بنت يعني بتقولي منا طبيعية منا طبيعية أبدا عندها يعني بتحرد الخي على البي من أول ما فاتت لعنا على البيت وهي بتحرد أنا بنزعب من قوتي لحضرتها تفوت هي وسلفة على القوضة بيقعدوني برا البيت بلا إشارة وبتحت الشتاء بس كرمال تفوت هي وسلفة عشية على القوضة هيدي منا بنت هيدي مش طبيعية أبدا بدك تشوفي حكي هي أنا معي أدلة لإلها بس هي تجيب لي إثبات تجيب أدلة علي قبليني أنا بكل في حكي فداء قد إيه عمرك بس تعرف عمري 19 طيب ليكي عندي سؤال انا بسيط فضل. يعني هو الاولاد انت قلتي انه ما عم بتتاجري فيهم اصلا انا ساره ما بعرفها انا عندي سؤال على الاولاد يميني من ساره هلا طيب. ساره عم بتكذب قولي لي انت الاولاد اللي عم بتبيعيهم انا ما ببيع اولاد لا الحكي اللي سمعناه بالتقرير ريم مدام ريما خليني احكي اعطيني مجال انا ما ببيع بس ما تخبريني عن شيء ثاني خبريني عن الموضوع انا ما ببيع اولاد ما ببيع اولاد اول شغله وهي هذا الصوت هي اول شيء اجت سجلت لي صوت فويس انا عم بقول لك يمكن هن مش عارفين طب سجلتك بس جبرتك تقولي هالحكي يعني اعطيتك سيناريو يعني سجلتك قالت لي احكي هذا الحكي لنطلع نشرح للزلمه بالاوتيل 20 سنه لحظه انا عندي سؤال انت بتعاشري هول الاولاد كمان لا ما بعاشر الاولاد وهذا الحكي كله اللي طلع على الهوا شو هو هي قالت لي منقول هيدا الحكي طيب. منطلع منشلح الزلمه بالاوتيل كرمال المصاري انت شو خص الزلمه شو خص الزلمه اي زلمه لحظه شو خص الزلمه عن مين عم تحكي انت انا بعد هلا ما فهمت مين الزلمه يا فهمي بطيء يعني يا فهمي بطيء يا في شيء غلط إيه هو لحم مش عارضين كل شيء اللي صاير طيب انت عندك ولد انا عندي ولد عمره سنه طب هذا الصبي لما يصير عمره 19 سنه و20 سنه وسمع هذا الكلام من امه شو قولك رح يدور مين الرجال اللي حتشلحوه بالاوتيل ها هيدا ابنك بس يكبر ويشوف هيدا الحكي شو رح يقول ما بعرف فداء طفي تليفونك ما بعرف اذا طفيته كيف يعني هلا قادره تركزي مع التليفون ولا طفيته طفيته طيب ابنك عمره سنه هلا انا سنه وثلاث ايام وعايش بهذا الجو جوي انا بضحك رماله بس هن اللي جو وسخ طيب ابنك عايش بجو صرفتك فيه بتجبرك على الدعاره وما تركت البيت انت ها ما عندي مأوى غير اوكي يعني انت عم بتلبي بناء لهيدا الشيء ايه طيب ابنك ستريما كانت قاعده بصبره كانت اخذه بيت كانت تروح تشتغل تجي هذا شو اللي عم بيرن هيك تليفونها طب في تليفونك فداء بس 10 دقائق اذا فيك لو سمحتي تفضل كانت قاعده بصبره اخذه اوضه هي وسلفه ليش اجت رجعت لعنا لان بقى تخرب جو البيت لانك انت رجعتي جبتيني سكتي لانك انت رجعتي جبتيلي زقيتيلي اغراضي سكتي انا ما بجبرك على شيء انت اللي بتجبريني الكل اللي بيعرف خلص سالتي فداء طالما انت ما عامله شيء ليه عم تصرخي يعني انا ماني عامله شيء طب طالما ما عامله شيء ليه بدك طب انا عندي سؤال حلا بس الحكي اللي انقال لحد هلا بالروبورتاج شو بدها هي شو قالت الحكي اللي انقال مرعب ومنه ابن امبارح ولا ابن جمعة ابن حدا مثل ما عم تحكي سارة كمان وتقول جو الحي مسألي صار لها وقت صار لها هالشغلات بتصير
من اول ما اجت على الحي 3 سنين. يعني 3 سنين وحلا اليوم لقررت تحكي. قررت احكي من ضغوطات، انا انزعجت من البيت. خليها تسكت ستريما، خليها تسكت لانه اخواتها مش هاخذوها. ما راح اسكت لانه هي فداء. السؤال السؤال لحلا مش لك. مين كان مش هاخذوها؟ فداء السؤال لحلا. اوكي خلينا نسمع حلا شو كيف بدها تفضلي شيء بعد ما تقلعت. اجت لعنا على البيت. ليه قررتي هلا؟ ليه قررت هلا؟ خيي الكبير اللي كان مجوزها اللي كان انيها عنا بالبيت وما عرفان لا وضعها ولا ظروفها ولا قصتها كلها كان يضربني ويزعبني من البيت من وراها. كذابة. ما اقدر احكي شيء ابدا. كذابة كذابة. حبست خيي. اجى خيي الثاني صار كمان خيي يضربني ويقول لي يا كذا ويا كذا ويا كذا كرماله وانا من اربع ايام على القد انزعبت من البيت كرماله. فداء قلتي انه انت جبرتك حلا على هيدا الكلام وعلى هيدا الجو اللي انت عايشه فيه مع انه انت قلتي بالريبورتاج جمله انتم بتعرفوا انه انا اللي بدي اياه بعمله. كل العالم بتعرف انه انا اللي بدي اياه بعمله. انا كنت عم بحكي كمان جبرتك على هي الجمله؟ مدام مدام ريما هيدا الحكي كنت انا عم بحكيه مع بنت خالتي وهي مسجله هيدا الصوت. طيب طيب انا بس عندي سؤال، ابنك اذا تورط مع حدا بيوم الايام لا سمح الله شو رايك بيكون؟ إذا هيك شي مرة كبيرة أخذته أنا بقتل كرماله لابني. طيب أوكي شو رأيك بأهليهم لهالولاد لكان اللي عم بيشوفوا هلا اللي عم أنا ما عندي ولاد ما لا ولاد العالم عم بحكي ما عم بحكي عن الناس اللي 17 و18 وقاعدة بتسعريهم بتسعريهم وبتوصفيهم كمان أنا ما بسعريهم على كل حال شكرا لك إنك تجرأتي وكنتي معنا اليوم وتجرأتي قلتي هذا الكلام اللي كان متوقع إنه ينقال أكيد سارة أكيد كان متوقع أكيد لأن بدك تحكي شي طبيعي على كل حال أنا بدي أقول إنه نحن ما بهمنا أنت شو بتعملي أنت حرة بس بهمنا الأولاد الأولاد اللي أنت عم بتورطيهم أنا ما بهمنا ابنك اللي أنت عم تعملي قدامه هيدي الأمور بكرة ابنا بس يكبر كيف بدي العالم شو بدها تحكي عنه أنا بس بدي أقول إنه ملف هيدي القضية كلها صار بوزارة الشؤون الاجتماعية نحن هون ما بهمنا أنتم شو بتعملوا أنتم حرين نحن عم نحكي نحن هدفنا بالبرنامج حأسألك لسارة نحن هدفنا بالبرنامج حماية الأولاد فقط مزبوط. لغير تفضل والأولاد من بيتك وطلوع أنت عم بتورطيهم لا حسب ما شفنا وكمان مش بس إنه وزارة الشؤون الاجتماعية كمان الأشخاص المختصين شايفين هيدي المسائل اللي هن معنيين بهيدي الأمور هيدا يعني صار عندهم الموضوع بمثابة إخبار إذا بدنا نحكي بطريقة مباشرة سارة أنت كمان صار لك عايشة بهيدا الحي وقت طويل وشفتي بعينك سارة مش عايشة بهيدا الحي عم بسأل سارة ما عم بسألك إليك قلتي انه انت بهذا الجو شايفه الاولاد قلتي لك ثلاث ارباع الحي بيعرف بهذا الموضوع يعني مثلا طب الاهل ما بيشتكوا ولا حدا جرب يشتكي ممكن الاهل ما يكونوا بيعرفوا اذا هي مثلا تكون ماشي ولد عمره 8 سنين 9 سنين و10 سنين وما بعرف قد ايه تعيط له مثلا تعالى عندي على البيت الاهل شو هيعرفوا بهذا طب انت ليش جيتي اليوم؟ انا كرمال الولد كرمال الاولاد اللي عم يتعذبوا وكرمال ابنها يعني هلا هو ابنها ما دخلني فيه بس كرمال ابنها وكرمال الاولاد بتعرفي حاسال سؤال واحد اذا بايخ بس مو حدا فيكم فكر يشتكي لجهه امنيه بهذا الموضوع او انا رحت ايه انا رحت وما يطلع بايدهم يعملوا شيء ابدا كيف يعني ما بيطلع بايدهم ما كانوا يروحوا انا رحت كذا مره قال لهم هيدي المخلوقه نحن ما بدنا اياها بالبيت عامله هيك 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 وين رحتي؟ عملت فوت بالحي وين رحتي رحت على المخفر الاذاعي تخيل قوص باجره من وراها خي الصغير طب تروح تجيب مصاري تجيب مخفر الاذاعي انت حكيتي عن ملف الدعاره كمان ولا بس لا ملف الدعاره لا بس عنا وعن خيي هي بتحرض العائله كلها بتحرض العائله كلها يعني انا شو بتتوقع انه انا خيي يضربني كرمال وحده مثل هيدي يعني انت كان همك بس شو بيصير بالبيت لانك ما كان في سالفه شخصيه اخواتك كان همك بس شو بيصير بالبيت يعني ما حكيتي عن الاولاد انا همي انا همي مع انه يا حلا مع انه اخواتك بتربوكي لانك ما كان في سالفه اذا انت بدك تورطي فداء مزبوط مثل ما انت حكيتي حمايه لبيتك ما عندها مليون مصيبه ثانيه فيك تحكي فيهم عندها مصايب كثير اذا بدي اعدد لك مصايبها ما بنخلص لبكره بس لحظه بس ليه ما اشتكيتي على هيدي الامور؟ مش نحن مش جايين بس كرمال وضع البيت هلا هي متحمله البيت من ايمتى بس نحن جايين كرمال هالولاد وكرمال انه ابنها كمان وما حلوه وسلفه وهي منا مطلقه من جوزها حلوه؟ بلا مطلقه فيكم تدقوا لحظه 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 نحن ما شدلنا بطلاقك او عدم طلاقك حتى انت وسلفك محل ما بدي احكي بهذا الموضوع هذا شيء شان عائله وانتم بتحلوه اصلا هذا الشيء ما في حدا يحكي فيه الا الحكي جوزي الحكي اللي انت ما بررتيه واللي ظهر بالروبورتاج بشكل كثير واضح هو شو ما بررت هو انك تورطي اولاد وتعاشريهم وهو تخلي اولادك ابنك يحضر المشاهد كمان هذا الشيء يحضر المشاهد لا انا كذا مره بدها تكذبني هلا انا كذا مره فوت على الاوضه مرتين ولقيها بوضع منه طبيعي وابنه طيب. موجود كذابه اوكي على كل حال الموضوع انتهى كذابه وصار عند المعنيين بجزء معين جزء وزاره الشؤون الاجتماعيه والجزء الاخر ان شاء الله يكونوا عم يحضرونا لياخذوا تصرف سريع بهذا الموضوع